القصة الكاملة لفحص عذرية عروس الشرقية وسط أهالي بعد طلاقها في الصباحية. أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد. بداية لو حضرتك ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك منا على مدار الساعة كل جديد. انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل يحمل ابنته ويطوف بها بأرجاء القرية وسط جموع من الأهالي تحيط به ويردد بعض الأشخاص المصاحبون الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. وتعود الواقعة إلى قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، حيث احتفل الرجل الذي يحمل ابنته بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها بعد زواجها يوم الخميس الماضي وطلاقها يوم الجمعة. وبعد حادث طلاق عروس الشرقية أقدم والد العروس على فحص عذرية ابنته عن طريق الفحص الطبي والطب الشرعي، لكي يضع والد العروس التقرير والفحص الطبي فيصلا بينه وبين أهالي زوج ابنته وأهل القرية. وأجرى الأطباء الفحص الطبي على عروس العروس الشرقية اليوم الأحد، وبعد ذلك بعد استوحابها بواسطة والدها لإجراء الفحص الطبي عليها والتأكد من بكارتها خاصتها. وعقب إجراء الفحوصات الطبية كشف تقرير فحص العذرية سلامة عذرية الفتاة وعدم تأثر بكارتها، وبين التقرير بين التقرير بعدم توقيع الكشف الطبي على المذكورة وبناء على طلب ولي أمرها تبين أنها عذراء. وأكد الفحص الطبي ونتائج الفحص عذرية الفتاة وأظهرت صورة التقرير الطبي المتداول أن الفتاة عمرها 17 سنة التي تم توقيع الكشف عليها بناء على طلبها وطلب من ولي أمرها أنها عذراء. وبعد ذلك قام والدها بالاحتفال. فيديو احتفال والد عروس الشرقية. بعد تأكد الأب وأهل العروس واصطحبوها في حالة من الاحتفال يحيط بهم أهالي القرية وسط هتافات مردودة الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، مما أدى إلى انتشار الفيديو المتداول، كما انتشرت الصورة الضوئية من التقرير الطبي التي تؤكد رواية الأب الطبيب للأب. جلسة عرفية بين أهل العروس والزوج. وعقب ظهور التقرير الطبي والانتشار الواسع لفيديو عروس الشرقية، عقد أهل عروس الشرقية صاحبة وقعة فحص العذرية وأهل زوجها جلسة عرفية بحضور العديد من أهالي وكبار القرية للتواصل إلى توافق وحل بين العائلتين بعد حدوث الوقعة. وأول تعليق من والد العروسة. من جانبه تحدث والد فتاة الشرقية في تصريحات للقاهرة 24 قائلا إن هناك تدخلات حدثت من جانب أطراف في البلد لإنهاء الخلافات بين الأسرة وزوج الفتاة، منها تدخل والد الزوج وأعمام الفتاة، مضيفا يكفي إن ربنا نصر بنتي وحقها رجع ليها تاني. رأي الدين في واقعة فحص عذرية عروس الشرقية. من جانبه علق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور محمود مهنا على الواقعة: التصرف السابق من الأب حلالا شرعا ولا حرمة فيه. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال حديثه للقاهرة 24: ما فيهاش حاجة، مش الناس اتكلمت عن بنته كلام لا يليق، وهو أراد أن يثبت للناس أن بنته دي شريفة، فذهب إلى الطب فقرر الطب أن ابنته شريفة، وهذا لا شيء فيه وهذا ليس فيه إطلاقا. وأوضح مهنا أنه إذا كان لم يكن هناك تلاسن يدفع الأب إلى إجراء هذا الكشف الطبي على ابنته لإثبات عذريتها، وإن كان الدافع وراء ذلك هو الشك فقط، فإنه في هذه الحالة يحرم توقيع الكشف الطبي على الفتاة لإثبات العذرية. بصوا بقى الحكاية كلها هنا كانت إيه؟ كانت إن البنت دي اتجوزت يوم الخميس، البنت دي سنها 16 سنة لسه ما كملتش 17 سنة، وبصراحة دي جريمة. المهم البنت اتجوزت وعملوا لها أحلى فرح وزفة وكل حاجة وده وكل حاجة، وروحت بيتها. بعد ما روحت بيتها تاني يوم الصبح رجعت لأبوها يوم الجمعة، وأهل جوزها سبوها وقالوا إنها مش بنت، وطبعا سبوها في شرفها وقالوا في حقها كل حاجة مش كويسة. الأب بقى المحترم الراجل البطل بصراحة، بطل القصة دي كلها وبطل الحكاية دي كلها، ولو إني بعتب على حضرتك إنك جوزتها في السن ده وهي لسه طفلة صغيرة. المهم الراجل قال أنا واثق في بنتي، هتجيبوا حد من معاكو؟ حتى ما فكرش انه ياخد بنته يكشف عليها وهم مش موجودين، لا قالوا ان حد يجي من اهل العريس يجي معاها ويروحوا، واهل من الطرفين يعني اهل من اهلها، ناس من اهلها وناس من اهله وابوها وامها، وراحوا للطب الشرعي قدموا على انهم عايزين يعني فحص عذريه وانهم يكشفوا على البنت. كشفوا على البنت بالفعل والبنت طلعت ما فيش عندها مشكله خالص وكل حاجه تمام التمام. المهم الاب قال لو انا رجعت ببنتي وانا واثق ان انا هرجع ببنتي بالشكل ده وهجهز من دلوقتي، شوفوا ثقه الاب في بنته لما يكون الانسان عارف ان اللي مربي بنته ومربيها كويس قوي، كان عارف انه مربي بنته تربيه نظيفه وتربيه محترمه وبنت راجل بجد، قال انا هرجع ببنتي وهتفق من دلوقتي على مزيكه وهرجع ببنتي بزفه للبلد، هدخل بيها بزفه البلد علشان هي خارجه مكسوره الخاطر وجوزها فضحها وقال عليها الكلام ده والبلد كلها عرفت واحنا في قريه وفي ارياف.
رجع بالتقرير ورجعت الزفة معاه، وهو واخدهم معاه وخارج من البلد. شوفوا ثقته في بنته واصلة لحد فين. خليكوا يا جماعة واثقين في بناتكم، ولما حد يجي على بنتك اوعى تخليها تتكسر قدام حد. طالما انت واثق في بنتك وواثق في تربيتك ليها وعارف انها انسانة محترمة ومتربية، وبعدين معلش يعني الطفلة الصغيرة دي هتكون عملت الغلط امتى؟ يا جماعة اتقوا الله شوية. جوزها انا مش عارفة يعني وليدها رجع بيها بزفة كانت زفة ليها ورد شرف ليها وفضيحة لجوزها. ايه اللي انت قبضته من ورا ده كله؟ طب كنت خلي كلامك عقلاني معاها وخد البنت وروح لدكتور، شوف المشكله فين، شوف ايه القصه. لاحظ ان انتوا اصلا الناس انت صغير سنا وهي صغيره سنا، ممكن تكونوا مش مدركين الوضع، ممكن تكونوا مش متفاهمين الوضع. خدها ما تقساش عليها بالشكل ده، ما ترميهاش في الشارع بالشكل ده وترميها لاهلها وتقول لهم خدوها وبنتكم مش بنت والكلام اللي ملوش اي لازمه ده. ما كانش له لازمه كل ده، كان ممكن الموقف يتعالج يعني بحكمه اكتر من كده. ابوها بصراحة هو البطل الحقيقي في القصة دي، رجع ببنته. ايوه ليك كل الحق، الافتاء المصرية قالت ان انت كان من حقك ان انت تعمل كده ومن حقك ان انت ترد شرف بنتك بالزفة دي، انت ما غلطتش. الف مبروك للبنت بجد يا حبيبتي، ربنا يعوضك ان شاء الله بانسان يستاهلك وانتي تستاهلي كل خير. بس يا ريت بنقول للاب يا ريت تستنى على بنتك بس شوية، بنتك اتعرضت لمواقف وحشة جدا جدا جدا. حتى الزفة اللي انت عملتها دي انت ممكن تكون انها شايف حاجة كويسة، لا بالعكس ده أذى نفسي للبنت كبير جدا جدا. مصر كلها اتفرجت على الموقف ده، ومصر كلها اتفرجت عليها واللي حصل لها. وطبعا أهل قريتكم كفاية كام يوم اللي هي قضيتهم لحد ما انتوا رحتوا وعملتوا الكشف الطبي. ربنا يستر بناتنا جميعا. البنت بجد ألف مبروك ليكي يا حبيبتي. جوزها بصراحة محدش عارف يقول له ايه ولا عارفين يعني بصراحة، بس انت ما درتش الموقف بحكمة، ما قدرتش تضيف يعني تدير الموقف بحكمة. بس انت برضو كمان معذور، لان اكيد انت سنك وما قالوش سنه كام، بس اكيد هو سنه صغير يعني لسه شاب صغير. كان المفروض الاطراف الكبيرة هم اللي يتصرفوا، امه ابوه هم اللي يتصرفوا، ما يقفوش في صفه، ما يقولولوش لا، ما يرموش البنت بره البيت. وربنا يهدي يا رب، اللهم امين. طبعا انتوا عارفين بلاد الارياف طبعا لازم كان يحصل كده. في ناس كتير غلطت الاب، بس هو مش غلطان خالص بصراحة، بالعكس برافو عليك، وثقت في بنتك وجبت حق بنتك ورديت شرف بنتك، وربنا يعوضها خير ان شاء الله. واتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم النهارده، خدنا منه ولو عظه. العظه الوحيده من الموضوع كله ان احنا نكون واثقين في بناتنا، ثقوا في بناتكم، قربوا من بناتكم. لما بنتك تقول لك حاجه تقول لك حاجه خليك واثق انها صح، طالما انت عارف تربيتها وعارف انت مربيها ازاي ثق فيها. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وخبر جديد، ويا رب ما يكونش اخبار زي دي ابدا، ويستر كل بنات المسلمين. شوفوا فيديو جديد في أمان الله.